لينا بنقول ناشطة حقوقية وعضوة في حملة حاسبهم. احنا هنا اليوم موجودين في نقاب صحفيين تونسيين باش نعرفوا حملة حاسبهم وباش نذكروا الأسباب اللي خلتنا ندخل الحملة هذه واللي هي مواجهة خاصة للقانون زج الاعتداء على الأمنيين في تونس واللي احنا نعترضوا عليه بصفة شديدة. احنا هنا كما قلت باش نعرفوا بالحملة وباش نعلنوا على سلسلة من التحركات معناها الرافضة لهذا القانون حتى لا يمر. والله إيه هذا دور الخبراء وأسئلة القانون بالطبيعة، أما القانون هذا في شكله هذا لا سبيل أنه يتعدى. هي الصباح وأنا جاية ياسر محلاه المنظر وفما بوليسية برا معناها رجعنا، تفكرت ليالي القديمة مالها جو حسيت. خبي في قلبك ما يسالش، تحمل تألم اصبر ونافق، أضحك ضحكة صفرة أعمل روحك ما سمعتش، طفي الضوء ونقاط. بعد دقدق الضلوع كسر الفم والخشم، كسر اليدين فشخ الراس، عظم سنيك اطمز العينين، قلع اللسان، حط مسمار بو 15 في الوزنين، اعمل شي تحب اما في اطار القانون. القانون شخصيا راه فيه رغبه كبيره وحنين لممارسات الماضي ولممارسات عمرها ما وقفت، ورغبه في طمع ابناء الشعب والمستضعفين بالاضافه الى اسكات اي نفس حر واي صوت يحب يتصدى للتعبير وينادي بحقوق الانسان والحريات ويفضح ممارسات اي امني. معناها يا خساره الناس اللي استشهدت وقدمت حياتها واللي تشرحت باش الكلمه تولي حاره في تونس.